السلام عليكم، أهلا مرحبا مشاهدينا الكرام، سعداء جدا أن نلقاكم، وعلى بركة الله نبدأ المشوار مع هذا البرنامج الكروي الجديد. نطوف بكم في عالم المستديرة لننقل لكم الصورة بكل تفاصيلها بكل جزئياتها بالتحليل والنقاش. نعايش معكم الأحداث الكروية. الزاوية 90 ارتبط اسمها دوما بالسسبنس بالإثارة، ولطالما حبست الأنفاس وخطفت الأضواء أيضا، فكانت عنوانا للمتعة في كرة القدم وشعارا لها. أما شعار برنامج في التسعين فهي الموضوعية والحيادية. إذن هو أول عدد في الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري، عدد سنتوقف فيه عند الحدث نهائي كأس العالم الذي سيلعب بإذن الله غدا. سنتحدث أيضا عن المنتخب الوطني للمحليين والشان مع بداية العد التنازلي، وقفة عند الدور 36 أيضا من منافسة كأس الجمهورية. أركان خاصة في هذا البرنامج تحت المجهر خاص بفريق مولودية الجزائر، وأركان أخرى بحضور ضيوف متميزين، ونوستالجيا ستكون خاتمة هذا البرنامج بإذن الله. طبعا أسعد بتواجد دوما في هذا البرنامج إلى جانبنا ملح البرنامج صحة التعبير محمد زكريني، أهلا مرحبا. أهلا كريم، جمهورنا الرياضي الكريم، متتبعي قنوات التلفزيون الجزائري، السلام عليكم، وأنا سعيد جدا بوجودي معك وبهذا البرنامج الجديد في التسعين. إن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهيرنا الرياضية في الجزائر وخارج الجزائر وجالياتنا كذلك في المهجر. شكرا زكريني. في التحليل الفني يرافقنا اليوم أمين بصغير، أهلا مرحبا أمين. مساء الخير كريم، مساء الخير جمهورنا كريم، أنا أسعد وأكثر من زكريني. إن شاء الله، مرحبا بك أمين، إن شاء الله تفيدنا بتحاليلك الرياضية القيمة. كرة القدم بسسبنسها بإثارتها يصنعها وتصنعها أسماء تعتزل ولكنها تبقى في الذاكرة، ومن أجل متعة الكرة أيضا نستفيد معها بتحاليلها بآرائها وبأفكارها. أول ضيف هو واحد من خيرة ما أنجبت كرة القدم الجزائرية، حمل ألوان العديد من الأندية، خريج مدرسة اتحاد العاصمة، نال معها الألقاب ونال أيضا مع الوفاق الصيفي، ولكنه أيضا لاعب الشان والشان الوحيدة التي شاركت فيها الجزائر وكان من أبرز لاعبيها، أقصد بذلك حسين مترف، أهلا مرحبا حسين. أهلا وسهلا أخ كريم، أهلا وسهلا بالضيوف الكرام والمشاهدين، وأترحب بوجودي مع الحكم القدير اللي هو زكريني، وأمين بصغير اللي لعب معايا يعني في اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر ونصر حسين داي. ذكرت فريقين وذكرت النصرية أيضا، المدرسة الكروية والمولودية. ضيفنا الثاني وبكل بساطة مايسترو بأتم معنى الكلمة، أحبه الجمهور الحراشي، تعلق به جمهور شباب قسنطينة، كان في ذاك الجيل الذهبي المتميز لشباب بلوزداد، وبعد ذلك أيضا أسعد وأمتع جمهور المولودية لسنوات، كان مايسترو بأتم معنى الكلمة فوق أرضية الميدان، ولا زال محبوب عند كل الجماهير الجزائرية، أقصد بفيصل باجي، أهلا مرحبا فيصل. مرحبا بك، مساء الخير كريم، مساء الخير جمهورنا الرياضي، سعيد بتواجدي معكم. طارق بوفليح يقول استعدت شبابك مع مولودية الجزائر، ولو أن سكرين يبقى فيصل شابة. لا فيصل حبة ناظرة كما يقولوا، مايسترو قلت مايسترو بأتم معنى الكلمة، يعني بكل صراحة مايسترو حصل لي شرف أني حكمتم هالثلاثة كامل، حكمتم يعني بكل صراحة جيل ذهبي اليوم تلي تحت المجهر ما دام حكمتم في ثلاثة. طبعا من دون شك بهذه الأسماء المتميزة نتمنى أن نقضي سويا 90 دقيقة من المتعة الكروية. أول فقرة في البرنامج هي الحدث بعد الفاصل. إذن الحدث بكل بساطة هو نهائي كأس العالم، نهائي بين الأرجنتين بين بقيادة ميسي الذي يبحث عن تتويج لطالما انتظره، تتويج أسطورة تريد أن تنهي المشوار بلقب عالمي مثلما فعل ديغو أرموندو مارادونا. من في الجهة المقابلة بطل العالم بقيادة بابي يريد أن
يفوز باللقب أيضا. تفاصيل هذا النهائي الكبير بالأكيد هو نهائي مثير وواعد، يصعب التكهن فيصل باجي بالفائز. والله في الحقيقة يصعد كثير التكهن، لأنه يعني منتخبين معروفين، ما عدا تقدر تقول أنه ربما البرازيل اللي انسحبت من الدورة، لكن باش تكهن بنهائي يعني ميسي ومبابي من الجهة الأخرى تكهن يعني صعب. ولو أنه يعني عندما نشاهد تقريبا كل المباريات نشاهد أن الفريق الأرجنتيني تحسب لأنه عازم وحاب ربما يفوز بهذا الدورة. راح نشاهد نهائي يعني ممتاز إن شاء الله. ذكريني، هل تتوقع أنه أخيرا ميسي سيرفع هذه الكأس الغالية بالنسبة له وللشعب الأرجنتيني أيضا اللي طال انتظاره؟ لا، كل يعني كثير من الجماهير في العالم تريد ميسي رفع كأس العالم، لأن في البالماريس تاعو إلا كأس العالم هي اللي تخصه، ولهذا كل الجماهير تقريبا كل الجماهير تريد، ولكن ليست بمهمة سهلة، نقولها بكل صراحة، لأنه سيلعبون أمام فريق واحد من أقوى الفرق الموجودة في هذه كأس العالم، فريق قوي من جميع النواحي، فريق له حارس مرمى ممتاز هو الذي أنقذ فرنسا من عدة هزائم، عنده مبابي غني. لما نقول ميسي كذلك من الجهة الأخرى مبابي، يعني بكل صراحة ستكون صعبة، ولو أن الكفة تميل بعض الشيء لميسي لعدة، ليست داخل قضية الميدان فقط، من عدة جوانب. شطر الرأي حسين. أفضلية ربما للمنتخب الفرنسي بجودة لاعبيها، نشوفوا مستوى المنتخب الفرنسي مستوى يعني متصاعد من المونديال تاع 2018، نشوفوا المنتخب الأرجنتيني حديث النشأة يعني من ناحية اللعب، لأن ما شفناش يعني في أول مباراة تاعه ضد المنتخب السعودي يعني جاز يعني أكوتي ما كانش يعني عند حسن ظن للجماهير تاعه، لكن في المباراة يعني المكسيك وفصاعدا يعني تغير نسق لعب المنتخب الأرجنتيني، أصبح يلعب يعني بأكثر شراسة، أصبح يلعب بتنظيم تكتيكي جيد. نشوفوا أن المنتخب الأرجنتيني يعني كسب عدة نقاط في المباريات ما بعد المباراة تاع المنتخب السعودي، لكن المنتخب الفرنسي نعرفوا بلي المنتخب اللي يتعامل مع كل مباراة يتعامل معها بصفة ما. نشوفوا أن المنتخب الفرنسي منتخب يملك عناصر جيدة في كل الخطوط، الخطوط الثلاثة متقاربة ومتوازنة. نشوفوا المنتخب الأرجنتيني صح عنده لاعب لإسمه ليونيل ميسي، لكن المجموعة هي اللي راح تقول كلمتها في هذا النهائي. أمير بصغير، تذكريني أرجنتيني حسين مترب في رشح كفة المنتخب الفرنسي بين هذا وذاك، ما رأيك؟ والله يا كريم صراع راح يكون ضد منتخبين، في بداية كأس العالم كان عندهم نفس المسار لأن الهدف هو التتويج بالكأس العالم، لكن في بداية في الدور المجموعات شفنا منتخب الأرجنتيني انهزم ضد المنتخب السعودي، كان فيه بعض الناس اللي ربما أولت بأن المنتخب الأرجنتيني ما حش يكون منتخب قوي، لكن بمرور المقابلات والدخول في الدور المغلوب شفنا المنتخب الأرجنتيني أبان عن قوته مع ميسي. أنا بالنسبة لي راح يكون صراع قوي. حسين تكلم على نقطة حساسة، منتخب فرنسي عنده دكة بدلاء قوية، العكس من الجهة الأخرى منتخب الأرجنتيني ربما حامل في ظهره ميسي. أنا ربما وشاطر نوعا ما الشيخ زكريني، راح تكون كلمة للمنتخب الأرجنتيني لأن شفنا عدة أشياء من جانب تكتيكي، من جانب الجرينتا، من جانب المنتخب الأرجنتيني. من الجهة الأخرى منتخب الفرنسي يبحث عن نسخة ثانية للتتويج في الدخول في تاريخ الكأس العالم. كذلك كريم نضيف الأمين، كذلك لو نشوف حتى المدربين، نتكلم عن المدرب ديشان يقدر يقلب المباراة، يعني تشاهدنا تقريب كل مباريات حقيقة عنده يعني تدخلات وتغييرات من ناحية تكتيكية ولا حتى من ناحية اللاعبين، يعني يتعامل مع مباريات كل مباراة في مباراة أخرى. نظن هذا هو تاني راح يخلق ربما شيء إيجابي بالنسبة للمنتخب الفرنسي اللي راح يكون ندب مع المنتخب الأرجنتيني. كريم، تفضل. القادم نتمنى ليونيل ميسي هو اللي يرفع الكأس، لأن هذا كل شيء يخصه يعني في مشواره، نعرفوا باللي أمتع الجماهير كلها بطيلة 15 سنة. نتمناو يعني أن ليونيل ميسي تكون الكأس يعني من نصيبه، لكن أمام فريق يعني اللي عنده انتظام جيد يعني في الثلث خطوط تاعه راح تكون يعني مهمة جد صعبة للمنتخب الأرجنتيني. نعرفوا باللي العامل البدني راح يعمل يعني شيء جد مهم، لأن نشوفوا المنتخب الفرنسي المدرب كما تكلم فيصل
المدرب ديدي ديشو أراح المنتخب المنتخب كله ضد المنتخب التونسي، هذيك 90 دقيقة راح تعمل يعني فارق جد جد جيد بالنسبة للمنتخب الفرنسي. نعرفوا باللي في هذاك الوقت المنتخب الأرجنتيني كان يجري وراء الثلاث نقاط ضد فريق المكسيك، وفي ثالث مباراة ضد بولونيا وكي تكون تجري وراء النتيجة وتكون تجري وراء هذه الأشياء راح تباردي الإنرجي، راح تكون عندك يعني نقص بدني جد يعني واضح. نشوفوا باللي الأكثر جاهز من ناحية التركيز من ناحية البدنية هو اللي راح تكون عنده الكلمة باش يأخذ الكأس الغالي هذا. هل بإمكان ميسي أن يصنع المعجزة التي صنعها مارادونا، خاصة بالنظر إلى أدائه المتميز جدا في الدور نصف النهائي فيصل؟ والله عندما يعني شاهد طريقة لعبه وطريقة يعني كيفية تسجيل الهدف الثالث بالنسبة صح. والله يعني تحس باللي أنه صراحة يعني لعب احنا نقوله يعني بالعامية سيتان ارتيست تحبه لا نحبه، يريد خروج من الباب الكبير صراحة يعني هو يقدم في أداء ممتاز صراحة، أداء ممتاز وما هوش حاب يضيع كأس العالم. قلت لك عندما تشاهد اللقطة تاعه وتشاهد هذا طريقة كيف تسجيل الهدف وكيف التوغل داخل 18 متر تحس باللي أنه هذا اللعب ما راح كما يقولوا احنا ما راح يخلي حتى حاجة إلا ويفوز بكأس العالم. سؤال مباشر وصريح، إجابة مباشرة لكم منكم ضيوفي، ما هي الجزئية التي ستصنع الفارق في هذا النهائي؟ أبدأ معك بصغير. نوعية اللاعب أمي بصغير، إذا كان يعني ميسي لو يتركوا فراغات ليونيل ميسي هو اللي راح يصنع الفارق أو دي ماريا إن شارك. فيصل باجي، والله نظن ماهوش فراغات لعب ميسي حتى هو تركلوش الفراغات، نظن بالفارق راح يصنعوا ميسي لانه حتى ويمشي لك داخل الملعب. انا فكرني ميسي كان لاعب مثلا في الهجوم لاعب روماريو، لاعب يلعب لك واقف وياخذ لك يعني قرارات في 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 نصف ثانيه في ثانيه. نظن باللي ربما الفارق راح يصنعوا ميسي ان شاء الله. ذكريني، ميسي هو الذي سيصنع الفارق رغم ان امم فصلة في راسك محمد. لا حسين، لان حسين قال لان المنتخب الفرنسي كان عنده يوم، ولكن الفريقين لعبوا الوقت الاضافي راحوا حتى ضربات الجزاء، الفريقين محترفين عندهم ريكوبيراسيون يقدروا ريكوبيرو، ما كانش هذه تعبوا كذا منا يقدروا ريكوبيري. راح تسعة لاعبين حتى ولو اراح كل الفريق لما توصل للنهائي كاس العالم ما فيش تعب ما فيه والو. انا نظن ميسي يعني سيصنع الفارق. ميسي 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 هذا هو عنوانك. هذا رايي انا، هذا رايي الشخصي انا. اعتقد ان حسين ما لا يوافقك الراي. لا نشوفوا النظام تاع المدافعين تاع خاصه ميسي حب يلعب من جهه اليمنى، نشوفوا تيو يعني الظهير الايسر راهو في اعلى مستوى، نشوفوا وسط الميدان تشواميني وفوفانا حتى العوده تاع رابيو غريزمان كيف يعاود يشارك في الدفاع، نشوفوا باللي حتى الكوناتي واوبي ماك ميكانو اللي يعاود استرجع العافيه تاعو، نشوفوا باللي راهو ميسي امام ماموريه جد صعبه، لان صح ميسي من ناحيه التقنيه جد جيد، لكن نعرفوا باللي ميسي في الاسترجاع راهو يعني ما راهوش يقوم بدوره تاع الاسترجاع، لان يعني الشيء المهم لميسي واللي راهم يعني المدربين تاعو ياكدوا عليه انه كي يكون بالكره ميسي يفعل لازم يفعل لا ديفيرونس الفارق. حتى حسين ما يخفلكش انه نقطه ضعف المنتخب الفرنسي مع منتخب المغرب كانت على الجهه اليسرى، كانت على الجهه اليسرى، لان نقول لك عندما تشاهد الهدف الثالث للمنتخب الارجنتين وطريقه توغل ميسي تعرف باللي انه ربما ميسي راح يكمل يلعب على الجهه هذيك اللي راك تتكلم عليها، كاين نقطه ضعف شويه. لكن هذيك الجهه كانوا ثلاث لاعبين يروحوا من هذيك الجهه، كان اوناحي وحكيمي وزياش، كانوا ثلاث لاعبين يروحوا على لاعب واحد، وما يخفالكش فيصل ان هذاك اللاعب تيو هو اللي خرج احسن لاعب في المباراه. يلا هي غريزمان معركة وصراعات كثيرة ننتظرها غدا بإذن الله. طبعا في السهرة سنكتشف سويا من سيفوز برهان ويكسب الرهان، هل زكريني أم حسين مترف؟ أعود إليك زكريني، الحدث في المونديال طبعا كان ثلاثية تحكيم الجزائري غربال بمباراتين، ولكن الحدث أيضا هو اعتزال تشعلي وكانت رسالة مؤثرة سنشاهدها بعد لحظات هيكل إن أمكن، رسالة من غربال يشكر زميله والحكم تشعلي الذي نرفع له القبعة بعد مشوار واي مشوار. بطبيعة الحال يعني نبدأ بعبد الحق تشعلي لأنه سيغادر التحكيم بعد عودته إن شاء الله من قطر.
ثلاث مونديالات لم يحدث من قبل لأي حكم جزائري، أي حكم مساعد أو حكم ساحة، ثلاث مونديالات متتالية 2014 و18 و22، وكان باستطاعته أن يكون حاضر في 26، ولكن قرر أن يعتزل لأموره الشخصية. عبد الحق إنشالي واحد من خيرة المساعدين التي أنجبتهم التحكيم الجزائري، كان في المستوى، قدم الكثير للتحكيم الجزائري بصفة عامة والتحكيم الإفريقي والعربي، وشرف الصافرة الجزائرية. نعم مصطفى غربال يعني قدم الشكر جزيل وجزيل جدا عبد الحق إنشالي على كل ما قدمها له من إفادات، من معلومات، من مساعدة. يعني كذلك لما نقول عبد الحق إنشالي نتكلم عليه كثيرا لأنه هو الذي سيغادر التحكيم. بطبيعة الحال مقران قراري كذلك كان في المستوى مع مصطفى غربال، ولولا يعني شيء كنا نتمنى يروح إلى أبعد مباراة ترتيبية أو مباراة نهائية. أتعلم مباراة نهائية كل أربع قارات موجودة في المباراة النهائية إلا قارة إفريقيا. دائما المشكل أن لا وجود لمن يدافع عن القارة السمراء. أربع قارات موجودين في النهائي، أمريكا الجنوبية، أوروبا، آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية مع كندا، موجودين إلا إفريقيا غير موجودة في النهائي. شيء مؤسف ومؤسف جدا بكل صراحة. أدى مبارتين من أحسن ما أداهم مصطفى غربال والطاقم تاعه، يعني بكل صراحة تستحقون كل التشجيع، تستحقون كل الاهتمام، تستحقون. شكرا لكم جميعا على ما قدمتم في هذه الدورة، شرفتم الجزائر، شرفتم الصافرة الجزائرية والعربية والإفريقية. شكرا لكم، وعودة ميمونة إلى أرض الوطن إن شاء الله. بتأثر يتحدث كان قوية والله. لا يمكن أن تشعر بحكم مثل ما يشعر حكم. نعم لا حياتهم كامل في الميادين، يعني جبدوا يستهلوا كل خير بكل صراحة، يستهلوا الناس اللي كانوا وراهم، الناس اللي ساعدوهم، الأهل نتاعهم، والديهم، كل محيط تاع التحكيم في الجزائر اللي كان يقدم لهم يد المساعدة. شكرا لكم جميعا من اللي دخلوا التحكيم إلى يومنا هذا. ونحن أيضا محمد زكي نوجه الدعوة لحكمنا الرائع يتشعل ليكون ضيفنا في العدد القادم إن شاء الله بعد العودة من قطر، حتى يكرموا التلفزيون الجزائري بطريقته الخاصة من خلال هذا البرنامج. طبعا لأنه شرف الجزائر مثلما ننتظر أيضا تشريف آخر من نوع آخر، أقصد به المنتخب الوطني للمحليين الذي خاض منذ أو أنهى منذ لحظات قليلة ثاني خرجة ودية بالنسبة إليه أمام المنتخب الصيني. قال بعد لحظات قليلة بإذن الله سيصلنا ملخص المباراة، ولما لا أيضا تصريحات المدرب الوطني مجيد بوقرام. مباراتين وديتين طبعا أمين بصغير، تعادلين، ما هي استنتاجاتك؟ والله الآن راهو في مرحلة الوديات، المنتخب المحلي لعب مع بوقرة 25 مقابلة، لو نحسب مقابلة اليوم ضد المنتخب السنغالي في 25 مقابلة سجل 48 هدف وسجل عليه 14 هدف. المشكل الآن هو في المنتخب المحلي هو من جهة التهديف. لما نشوفوا الحصيلة التهديف راهي في 48 مقابلة من أصل 25 مقابلة، بالنسبة لي قليلة. اليوم بالنسبة لي مجيد بوقرة كان في اختبار كبير ضد منتخب سنغالي، منتخب قوي، النتيجة كانت 2-2. المنتخب السنغالي هو اللي كان الأول في التسجيل، ثم كان تعادل من عند قندوسي، ثم عاد المنتخب السنغالي سجل هدف ثاني، ثم التعادل من محيوس. أنا بالنسبة لي ما راحش تكون سهلة بالنسبة لمجيد بوقرة، لأن لو نعود الوراء فيه لاعبين غادروا المنتخب المحلي، فيه بن عياد اللي راح لتونس، فيه كذلك بلال بن حمودة ربي يرحمه، كذلك في عدة لاعبين حتى من عمورة راح، زغموم اللي راح كذلك لمصر. يعني من جهة التهديف في الخط الثالث فيه غيابات كثيرة، ربما ما راح يكون هاجس كبير بالنسبة للمنتخب المحلي، لكن أنا بالنسبة لي إن شاء الله يكون فيه حلول، لأن ما زال فيه مقابلات أخرى. حتى مجد بوقرة حسين متلف كان صريح، اعترف بصعوبة المنافسة وقال بأن الجزائر ليست المرشح الأول رغم أننا سنلعب من أجل التتويج. يعني كمدرب هو أدرى يعني بشؤون المنتخب المحلي، هو راه واقف على كل صغيرة وكبيرة،
لازم يكون عنده يعني تصريح تفاؤلي صح، ما يكذبش على الرأي العام وعلى الجمهور كافة، لكن لازم يكون عنده يعني ما دام هو المدرب لازم يكون عنده الحلول، لأن هذا المنصب منصب حساس ومعروف باللي أن الخطأ ممنوع، لأن هذه الدورة ستجرى هنا في الجزائر في ظروف جد جيدة، ملاعب في مستوى جد عالي. نتمنى يعني المنتخب يكون جاهز. شفنا مع المنتخب الموريتاني وين خلصت المباراة 0-0، وكان تكلم ماجد بوقرة قال يعني المهم أننا لم يعني نتلقى أهدافا، وسنعمل يعني في القادم على تحسين المردود في الهجوم. هذا شيء جد مميز، لكن يعني لازم عليه يعني أن يقف على كل صغيرة وكبيرة، لأن هذه الدورة راح تكون يعني بمثابة الاختبار الحقيقي بالنسبة للناخب الوطني أو بالنسبة لهاد اللاعبين اللي راهم ينشطوا في دوري محلي. هذا الدوري المحلي وين راهو رايح؟ يعني لازم يكونوا لاعبين في مستوى عالي يشرفون البلاد ويشرفون القمصان يعني اللي راهم لابسينها. يصعب كثيرا فيصل باجي لما يتغير لك التعداد في كل مرة باحتراف اللاعبين، ومع ذلك فيه مجموعة مجد بوقرة شخصيا اللي التقينا به في بحر هذا الأسبوع بصراحة العبارة قال رغم أن الظروف صعبة بسبب تغيير اللاعبين، ولكن هذا أمر مفيد بالنسبة لنا لأننا مجبرين على التعامل مع هذا الوضعية، وأملك مجموعة تفهمني ونفهمها وقادرين نصنع الفارق بها. نعم، التعامل والتأقلم يعني كذلك كريم، لأنه في الأحيان هذه في المراحل هذه عندما يكون عندك لاعبين حتى وحنا نقولوا أنه من خيرة اللاعبين المحليين اللي راهم يلعبوا في المنتخب الوطني، حقيقة راح تكون صعبة بالنسبة للمنتخب كما قال حسين، وحنا رانا على أبواب أشان. نظن أن الشيء الإيجابي يعني حتى هو يعني ما نشوفوش غير حتى من ناحية الهجوم، عندنا عائق كبير بالنسبة للهجوم، لكن عندما تشوف روح المجموعة تشوف عندما الفريق يكون منهزم ويرجع في النتيجة تحس باللي أن فيه عمل بالنسبة للناخب مجيد بوقرة. نظن أنا يعني رأيي ورأيي شخصي أنه مازال الأيام هذو اللي راح قريب على يعني افتتاح أشان، نظن أنه المنتخب راح يكون يعني ما نقولوش نقوله مستعد 100%، لكن يقدر يدخل المنافسة يعني بكل قوة إن شاء الله. وحتى النتائج المباراة الودية لا تعكس كل شيء. لا ما تعكسش، يعني أنا قلت لك عند ربما تلعب يتخوف ضد من منتخب لا يا كريم، عندما تلعب ضد منتخب سنغالي كما قال أمين من أكاديميات لاعبين اللي ماش لاعبين اللي يلعبوا يعني 6 شهور ولا جاوا عندهم يعني تقريب كل عناصر يعني يلعبوا ما بيناتهم حوالي سنتين 3 سنوات، صعب يعني تلعب مع فريق اللي راح تكونته أنت في 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 في, في سنة واحدة. لكن نظن قلت لك أنا عندما نشوف روح المجموعة وكيفية تعامل الناخب الوطني مع اللاعبين نظن فيها خير إن شاء الله، ولما لا إن شاء الله تدخلوا منافسة بقوة إن شاء الله. إن شاء الله نكتشف الآن سويا ملخص المباراة، الملخص الذي عده زميلنا أنيس مسيح. آخر المراحل التحضيرية للموعد المنتظر بلغت نهايتها، المنتخب المحلي ينهي استعداداته بمباراتين وديتين قبل الدخول في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين منتصف شهر يناير الداخل بالجزائر. أشبال المدرب مجيد بوقرة بعدما تعادلوا سلبا أمام منتخب موريتانيا الخميس الماضي واجهوا منتخب السنغال على ملعب 19 ماي بعنابة، مواجهة عمد فيها بوقرة على وضع آخر تفاصيل خططه الفنية ومنهجية اللعب التي سيعتمد عليها، وكذا رسم أكثر من 80% من تشكيلته الأساسية، حيث اعتمد في هذا اللقاء على توليفة ضمت قندوز، العوافي، بالخير، كداد، عبد اللاوي، ميريزاك، دراوي، دبيح، مزيان ومحيوس. دخول المحاربين لم يكن موفقا حينما تلقت شباك قندوز الهدف الأول في أول 10 دقائق عن طريق موسى كامني قبل أن يتمكن لاعب الوفاق أحمد قندوسي من تعديل النتيجة في 27. المد الهجومي لرفقاء القائد مزيان تواصل لكن دون ما تدوين جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل. المرحلة الثانية حافظ فيها المنتخب على ذات النهج التكتيكي الذي دخل به بالاعتماد على خطة 4-3-3 بمحيوس كرأس حربة ومزيان وذبيح على الأجنحة، فيما اختار ميريزيكا وسط ارتكاز دفاعي مع تواجد كل من دراوي وقندوسي في التنشيط. وفي 2 من الشوط الثاني خطأ في المراقبة والتركيز يكلف دفاعات الخضر هدفا ثانيا عن طريق مالك باي قبل أن يعود مزيان بتمريراته الحاسمة ليمنح واحدة منها للمهاجم محيوس برأسية يسكنها الشباك معدلا الكفة، فيما لم تمنح البدائل
بدخول كل من بيزيد بالخير وبالعيد من إضافة أهداف أخرى، لينتهي اللقاء بذات النتيجة مع دروس ورؤية كافية لمجيد بوقرة الذي أنهى سنة ونصف من التحضير للموعد الذي يبقى التتويج بلقبه الهدف المسطر. فعلا زميلي طارق بوفليح، والهدف المسطر والتتويج أيضا قد تصنعه الفرديات فيصل باجي مثل قندوسي مثل مزيان، هذين الاسمين البارزين حاليا في البطولة الوطنية، مهاريا قادرين يصنعوا الفارق لأنه في المنتخب صح المجموعة، ولكن فيه نوع من المباريات تحتاج إلى لاعب يفرض لك نفسك ويقلب لك الموازين. لا هي صراحة عندما تشاهد الهدف تاع قندوسي بالرجل اليسرى يعني بالإكستيريور صراحة يعني شيء والله العظيم يعني تفرح عندما تشوف اللاعبين كما هذو، لأنه كي تجيك الكرة هكذاك يعني ما عندكش وقت باش تخمم، عندك كما نقولوا احنا ديزيام ولا، ولازم تفكر وهذاك التفكير تاعك هذاك هو اللي يصنع الفرق. ربما يكون رجل يساري لاعب واحد اخر يقول لك دير اون فانت ولا ونروح على الكوتي تاعي، لكن هو شوف يعني الانتيليجونس صراحه يعني نظن انه لاعب اللي يقدر مد الكثير بالنسبه للمنتخب الوطني لفريقه والكره الجزائريه ان شاء الله. حتى مزيان ايضا بتمريرات المليمتريه تصنع الفرق حسين. مره الكره جميله للاعب اللي يلعب مع في اتحاد العاصمه اللي هو محيوس، سجل يعني طالوا كره على طبق. شوفوا محيوس راه يقدم في اداءات مبهره يعني في المنتخب المحلي ولا في الاتحاد العاصمه. نشوفوا كيما تكلم فيصل يعني قندوسي يعني سجل كره جميله بخارج القدم، وين يعني في لانتونسيون الاولى يعني ما سياش يخمم ولا يعني ضرب الكره مباشره وين كانت هدف جميل. نشوفوا اليوم الاهم على حسب كلام المدرب الوطني بفرق مع المباراة الأولى وين سجلوا هدفين، لكن نشوفوا باللي تلقاو هدفين لازم يعني هاد اللاعبين يعرفوا باللي عندهم مسؤولية جد كبيرة، ونتمناو أنهم يعني يكونوا عند حسن ظن يعني الطاقم الفني وهاد الجماهير الغفيرة اللي جات باش تآزرهم. تكلمت على الهجوم أمين، إن شاء الله حتى هذا الهدف مهم من الناحية البسيكولوجية لمحيوس. نعم لو نشوفوا كريم، تسألتنا في البداية على أرجنتين مع فرنسا، أنا أعطيتك ملخص قلت لك نوعية اللاعبين، فيصل تكلم كذلك على النوعية تاع الهدف تاع قندوسي. أنا بالنسبة في الخط الثالث اللي هو الهجوم، تقدر نوعية اللاعبين اللي يمتلكها المنتخب المحلي هو اللي يدير فيها الفورمة اللي راهو فيها مزيان، حتى في البطولة الجزائرية يقدر يدير فيها نوعية الفارق في المنتخب المحلي. محيوس كذلك راهو يسجل في أهداف راح تعود عليه كذلك بالإيجابي، إن شاء الله الخط الثالث يكون حاضر في الشان إن شاء الله. إن شاء الله. النتيجة تهمنا يا محمد يا زكريني، ولكن هذه الشان عند بعد آخر، هي صورة الجزائر بمنشآت جديدة عصرية، بلد في 6 أشهر ملعب عنابة أضحى جاهزا رغم أن الكاف في البداية كانت تعتقد بأن الملعب لم يكن جاهزا. بعيدا عن الجانب الفني التقني، هي فرصة أيضا حتى يكتشف الأفارقة والعالم أيضا الصورة الجميلة عن الجزائر وقدراتها وإمكانياتها، خاصة وأننا قدمنا أيضا ملف ترشحنا لكان 2025 خلال هذا الأسبوع. لا كريم، الجزائر برهنت وليست اليوم التي ستبرهن. ملعب عنابة لم يكن في الحسبان عند الكاف، ولكن لما الدولة الجزائرية والسلطات العمومية تحركت من أجل أن يكون هذا الملعب جاهزا قبل الشهر، الآن نرى ملعب عنابة يعني 100% جاهز من كل جميع البنية التحتية والمرافق الرياضية والملاعب كلها موجودة والفنادق موجودة، والدليل على ذلك وبرهنة الجزائر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة واحدة فقط ألا وهي مدينة وهران، وين جاءوا أكثر من 4000 رياضي للجزائر، وأدت الجزائر يعني دورة مشرفة أبهرت العالم بكل صراحة. كذلك في هذا الشان يعني كل الأمور مجهزة وواجدة من أجل انطلاق هذا الشان، وهي صورة حية عن ما تفعله الدولة الجزائرية من منشآت ومن بنية تحتية رياضية بصفة خاصة. أنا أقول أن كل الجزائر جاهزة من أجل احتضان هذا المحفل الأفريقي. نتمنى فقط المنتخب الوطني إن شاء الله
ان يكون في المستوى. لا أنا يعني نعرج لك يعني في 30 ثانيه، انا ما نساوش بوغرلا في عام ونص راحوا له 17 لاعب يعني مرغم، يعني اللي راحوا للخارج، اللي توفى الله يرحمه، اللي يعني ليس من السهل يعني في عام ونص تعاود فريق من جديد يتعاود. وقال فيصل تان كلمه، اللاعبين هما اللي يديروا لا ديسيزيون. احنا في الفرق المحليه هنا في الجزائر راحوا لنا هذوك اللاعبين، هذاك السول يدير ديسيزيون، مانيش عارف انا باجي ماتام دحلب اللي كانوا، هذا تزيري بورحلي وحده يدير ديسيزيون. هذه اللي ان شاء الله مع هذا المنتخب ان شاء الله يكونوا لاعبين وين رايحين يرفعوا الرايه الوطنيه ان شاء الله. ان شاء الله كلنا وراء مجيد بوقرة، وراء لاعبيه، وراء هذا المنتخب ان شاء الله من اجل انجاز اخر للكره الجزائريه. هو الثاني من نوعه بعد اخر تتويج اخر والوحيد منذ عام 1990 لم نفز بلقب قاري هنا في الجزائر، طبعا كانت النجمه الاولى. وسنرافق المنتخب المحلي باذن الله في قادم المواعيد. مباشره الى ركن تحت المجهر. ركن تحت المجهر يتعلق بضيفنا طبعا فيصل باجي وفريقه، باعتباره أيضا قدمناه كلاعب سابق وعريق، لأنه اسمه هكذا مرتبط بالمهارة وبالإبداع الكرة، ولكن منصبه الحالي هو المانجر العام لمولودية الجزائر. لذلك اليوم سنضع المولودية في تحت المجهر، ولكن بعد هذا التقرير. الحكاية يا ولدي لم تبدأ من هنا، فالمولودية لديها من العراقة ما لديها، وأجيال تعاقبت على حمل القميص الأخضر والأحمر، حاملين على عاتقهم قضية الوطن أيام الاستعمار. وبعد الاستقلال كانت المتعة والألقاب عنوانا بارزا على مدار سنوات تخللتها نجمة إفريقية هي الأولى في سجل الكرة الجزائرية، لكنها كانت الأخيرة بالنسبة لهذا الفريق العريق. ولما جاء الحجر جم على رأس إدارة المولودية أعلنها صراحة، الهدف والغاية هي بكل بساطة إضافة نجمة إفريقية ثانية، لكن الوصول إلى قمة الماما أفريكا يتطلب استراتيجية حقيقية وضمان لقب البطولة أو الوصافة على الأقل لحجز مكان في منافسة رابطة أبطال إفريقيا. فماذا أعدت الإدارة الجديدة؟ وهل معطيات هذا الموسم تساعد على ذلك؟ أم أن المهمة صعبة بالنظر إلى المركز الذي تحتله بفارق 8 نقاط عن الرائد شباب بلوزداد و7 نقاط عن الوصيب شباب قسنطينة مع مباراة متأخرة؟ هل التشكيلة الحالية بإمكانها رفع التحدي؟ أم أنها بحاجة إلى تدعيمات نوعية في فترة الميركاتو الشتوي القادم رغم صعوبة إيجاد العصافير النادرة عكس الميركاتو الصيفي؟ وهل ستكون خبرة وحنكة المدرب فوزي البنزرتي رقما مهما في هذه المعادلة الصعبة؟ هذا هو واقع المولودية التي تملك قاعدة جماهيرية استثنائية طال انتظارها، بل سئمت أكثر من مرة من وعود لم تجسد ميدانيا رغم توفر كل الإمكانيات المادية، وتأمل في أن يأخذ ناديها بعدا أكبر بعد افتتاح ملعب دويرة ومركز التدريبات في المستقبل القريب. هذه أماني وأمال جمهور المولودية. فيصل باجي، الذي لم تبدأ المشوار مع المولودية في بداية الموسم، جئت بعد البداية التي كانت صعبة ومتعثرة للمولودية، الآن قبل جولة فقط من نهاية مرحلة الذهاب،
هل أنت راضي؟ هل أنتم كإدارة راضيين؟ أم أنكم كنتم تأملون أكثر؟ خاصة وأن رئيس الفريق سيد الحجر جم أرفع سقف الطموحات، أعلنه أمر عادي للمولودية وقال بأنني جئت من أجل النجمة الثانية. نظن كريم حتى في الروبورتاج راك تكلمت على كل شيء، المفروض احنا ما نتكلموش. لا طرح يعني أسئلة. لا والله تكلمت على كل شيء صراحه، يعني حتى وان فضلنا يعني مباراتين ماشي ما جابوا الاخيره، لكن مباراتين مباراه متاخره. نعم، واحنا يعني صراحه احنا انه احنا قلنا انه التقييم تاع مرحله الذهاب راح تكون يعني بعد مباراه البيض اللي راح نقدموا الحصيله، وكذلك راح يكون كذلك المناصب اللي راح ينتدبها الفريق، يعني الامور هذه راح تكون في نهايه المرحله تاع الذهاب. حتى وانه كما قلت انه كان طموحات كبيره بالنسبه للفريقنا، يعني صراحه يعني بدايه موسم يعني انتدابات تقريبا 70%، اكثر من 70% من الفريق تغير، هذا مو سهل كذلك كريم. يعني تكون عندك لوساتور تاع الفريق، يعني تقدر تبدا بدايه الموسم تقدر عندك فريق وتدعم بلاعبين. احنا كان العكس بالنسبه لهذا الموسم، الاداره رات انه يعني تغيير اللاعبين صراحه ما يخفاش انه عندنا لاعبين صراحه عندنا بومتي جروب ما خبيش عليك، عنده لاعبين شبان اللي يلزمهم شويه وقت كذلك. ما يخفلكش انه كذلك كما قلت فيه لاحظنا فيه نقائص بعد يعني بعد التحاقي انا بالفريق، وخاصه انتداب المدرب فوزي البنزرتي لاحظنا بعض الامور يعني ربما فيه نقائص. لهذا احنا اللي برمجنا وسطرنا يعني تربص اللي مشينا لتونس، ونقدر نقول لك كريم انه التربص تاع تونس هذاك صراحه انا رايي يعني رايي انه ربحنا به شهرين كما نقولوا حنايا، خاصة انه انتداب تاع المدرب فوزي بن زكري، لانه البنزرتي لانه بالمدرب هذا الوطني صح. نعم قلت لك كريم، لانه في المرحلة هذيك يعني انتداب المدرب فوزي البنزرتي ومشينا لتونس، نظن انه الاسبوع هذاك لو جبت مدرب اخر وما رحناش يعني تربص، ربما انت شهرين والمدرب يقول لك يعني ما نعرفش الفريق، مازال ما شفتش اللاعبين، يخليك حتى مرحله الميركاتو. هذا هو العكس للشيء الايجابي بالنسبه لنا، لانه يعني في ظرف اسبوع يعني ربما راح نبالغ لو قلت لك انا 90% انه المدرب قدر يعرف نقاط الضعف ونقاط القوه تاع اللاعبين من الناحيه الفرديه وخاصه من الناحيه الجماعيه. نظن الحمد لله هو راه يعمل على هذا الشيء، وحنا كذلك يعني كمسؤول على الجانب الرياضي وكان يعني نسق مع المدرب يعني نوجه لاعبين فيه توجيهات يعني من ناحيه، خاصه هو راه يعمل من ناحيه التكتيكيه كذلك اللي شاف ربما بعض النقائص. الحمد لله نظن انه حتى وما كاش يعني ربما تشوفوا نتائج فيه مباريات وين اللاعبين يؤدوا باداء جيد، مباراه اخرى لا، لكن نظن انه هذه فرصه بالنسبه لنا يعني في نهايه المرحله الذهاب باش ان شاء الله يعني نعاودوا نراجعوا امورنا ان شاء الله، وننطلقوا ان شاء الله في المرحله الاياب يعني بكل قوه ان شاء الله. ان شاء الله. فيصل باجي يا امين يا بصغير، تحدث عن النقائص، انت اللي شاهدت اغلبيه مباراه المولوديه وحللتها ايضا مع زملائنا في استوديو لايف، ما هي النقائص المولوديه هذا الموسم؟ والله المولوديه هذا الموسم لعبت كريم 13 مقابله، من 13 مقابله فازت بست مقابلات، يعني حصيله نوعا ما ماهيش ما نقولوش جيده او متوسطه، نوعا ما انهزمت في اربع مقابلات. ربما بالنسبه لي التدعيمات راح يكون سنسال فيصل باجي راح تكون في تدعيمات، لان لو نشوفوا في العقم الهجومي فيه عقم كبير، لان لو نشوفوا في مرزوقي سجل اربع اهداف ولكن منذ مده لم يسجل، هذا هو المشكل. حتى الفوز تاع المنتخب الفوز تاع الفريق مولودية الجزائر ماهوش فوق يفوز دائما ب 2-0 او 3 او دائما يهدف لي 0-2-1، يعني ما فيش فارق كبير في الاهداف لما يفوز.
المشكل تاعو راهو في الخط الثالث، حتى في الخط الثاني اللي هو وسط الميدان. انا هنا راني دخلت في الانتدابات اللي لا اللي تبدا تخليهم فيصل او في الخط الثاني في الانتدابات، ربما الدفاع من بين احسن دفاع اللي راهو الان في الدوري. الخلل اين؟ في منصب قلب الهجوم وفي صانع العاب هكذا؟ الخلل راهو في وسط الميدان وفي الهجوم. اتفقنا. حسين مترف ايضا بقبعه اللعب السابق وبقبعه المتابع، عنده شك تتابع المولوديه، اين النقائص؟ اين هي النقائص؟ اين تكمن؟ مش هنقول لك الشيء الجيد يعني في مولودية الجزائر هو انتداب المدرب البنزرتي اللي نعرفه، يعني وين لعبت ضده وانا كان هو في الترجي التونسي وانا كنت في فريق وفاق سطيف، وفزنا عليهم في النهائي تاع كأس شمال افريقيا واخذنا الكأس من ملعب رادس في تونس. مدرب قدير، مدرب اللي عنده خبرة كبيرة في ميادين كرة القدم، يعرف جيدا الكرة الافريقية ويعرف جيدا الكرة يعني الجزائرية، ما دام انه لعب كثيرا ضد الفرق الجزائرية. نقدر نقول لك كما تكلم لك فيصل، قال لك في 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 بضع يعني في وقت جد قصير عرف يعني نقاط ضعف الفريق وعرف نقاط ضعف نقاط قوة الفريق. هذا شيء جد مميز، لان الا المدربين ذوي الخبرة اللي يعرفوا مثل هذه الاشياء نشوفوا باللي ما رانيش نتابع يعني بدقة يعني الفريق المولودية، لكن شفت يعني عنده يعني بعض النقائص. هاد النقائص نقدر نقول لك باللي المدرب خلاص راه دونها ويعرف كل صغيرة وكبيرة عند مولودية الجزائر. نقدر نقول لك الاختيار تاع المدرب في بداية السنة هو اللي خلى مولودية يعني كي نتكلم وشفت يعني هو اللي خلى مولودية تكون متأخرة. لو انتدبت المدرب البنزرتي في بداية الموسم نقدر نقول لك الآن مولودية تقدر تكون في ما بين الثلاث الأوائل. حتى فيصل الجباجي جاء متأخرا. السؤال اللي طرحته في الموضوع، هل البنزرتي سيكون رقم مهم في المعادلة؟ جاوب عليه حسين مترف. الآن الكل يتساءل فيصل، حتى جمهور المولودية اللي تابعنا بقوة في هذا البرنامج، عن فترة الميركاتو. من دون شك فكرتم وحذرتم لأن هذه الأشياء لا تترك لآخر لحظة فيصل. لا هي لا تترك، يعني فيها تقريب كل اسبوع في اجتماعات، في كلام مع يعني متواصل مع المدرب ومع مع الاداره. لكن احنا قلت لك ان فضلنا يعني حتى ناخذ القرار الاخير هو انه بعد نهايه المرحله الذهاب وهي بعد مباراه البيض، عندنا اجتماع مع المدرب اللي راح قلت لك نقدموا الحصيله، وراح كاين مناصب اللي راح ينتدبها الفريق. نظن عندنا اسماء، عده اسماء كثيره يعني على طاوله المولوديه، لكن الامور راح تكون مدروسه كريم. انت تعرف الحمد لله، نظن انه احنا رانا في الميدان ان لعبنا كره القدم، ما راحش يكون انتدابات هكذاك، انتدابات مدروسه. في لاعبين تقريب اللاعبين كلهم حابين يلعبوا في المولوديه نظرا للاستقرار، صراحه استقرار اللي يعيش فيه الفريق هذه المده يعني، وهذا اللي خليتني نتكلموا على خاصه حتى المدرب. انا رايي وراني قانع به، وكذلك ربما تقريب انه المدرب هذا هو الانسب بالنسبه لمولودية الجزائر. احنا ماذا بنا كذلك المدرب هذا يكون معنا يعني في فتره اطول، خاصة في الاستقرار هذا اللي يعيش فيه الفريق، لانه استقرار يعني كثير هو اللي ربما نظن اللي خلى تقريب كثير من اللاعبين يحبوا يتقمصوا الوان مولودية الجزائر. الاسماء لن تكون كثيره فيصل؟ لا انت تعرف هما اسماء كثيره، لكن انت عارف انه يعني مرحله ميركاتو عندك ثلاث يعني تروا ليسونس اللي نورمالمون اللي تنددبهم. احنا قلنا انه عند نهايه مرحله الذهاب راح ننتدبوا ان شاء الله هذه الاسماء، بعدها كذلك يعني في مرحله الميركاتو والتحضير بالنسبه للعوده كذلك راح ننتظر يعني رده فعل تاع اللاعبين اللي كنا ننتظروا منهم يقدموا اضافه بالنسبه للفريق. ما نقولش ما مدوهاش، ربما عدم تاقلم ولا بدايه الموسم ما كانش الفريق يعني متكامل، هذا راح يخلينا يعني في مرحله العوده ان شاء الله بثلاث لاعبين هذو ان شاء الله والرد فعل، انه تكون عندنا فكره يعني كمدرب ولا كاداره فكره بالنسبه للضبط نضبطوا يعني اللاعبين بالنسبه لنهايه الموسم. اسماء محليه او من خارج الوطن؟ لا فيها اسماء كثيره، في اسماء في المحليه وفي اسماء يعني من خارج الوطن. ان شاء الله احنا المهم انه قلت لك انه راح تكون مدروسه، يعني ماش لاعبين، لانه ما يخفالكش انا حتى النقائص اللي يتكلم عليهم المدرب والنقائص اللي بالنسبه للفريق في مناصب حساسه، يعني مناصب حساسه ولازم تجيب احسن لاعبين
اللي راح يستغلوا وراح يعمروا هذيك المناصب هذيك، لانه علاش حساسه؟ يعني عندما تكلم امين على وسط الميدان ولا على الهجوم، هي بدون ما نقصوا من قيمه اللاعبين، هي لكن تجيب لاعبين حتى يخلق توازن بالنسبه مع 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 سواء في وسط الميدان ولا سواء في الهجوم كما تكلم امين. ان شاء الله احنا رانا يعني كاداره وك كطاقم فني يعني في تواصل يعني مستمر، وان شاء الله يعني في اسماء تغادر المولوديه لم تقنع لم ترضيكم؟ والله هي صراحه انه يعني في حتى نهايه مرحله الذهاب، وان الحريه راهي بالنسبه يعني عنده بطاقه بيضاء المدرب، هو اللي راح يعلن على سواء الى فيه يعني كما نقولوا احنا دي جوار يروحوا بري ولا دي جوار يمشيوا يغادروا الفريق، كل هذا راح نعرفوه بعد نهايه المباراه. الهزيمه امام مولود وهران تم تجاوزها بسرعه بعد فوز المباراه المواليه، وهي اللي اثرت عليكم من الناحيه النفسيه واثارت الجدل صراحه. يعني صراحه والله يعني صراحه امين، يعني انا كلاعب قديم ولا يعني ما جرعناهاش لحد الان والله صراحه، لانه علاش والله لحد الان يعني متقصتها، لانه عندما تشاهد المباراه اللي مشيناها مع جريناها يعني كذلك مع شباب الوزداد، وعندما تشوف ردة فعل كذلك مع وفاق سطيف، وتشوف مباراة مولودية وهران، ماشي هي فيها على بالك مولودية وهران فيه مباراة حنا نقولوا للاعبين نقول لهم انه هذو المباراة ما لازمش تخسرهم، وفيه مباراة لازم تربحهم. حنا كنا ما نخبيش عليك، حنا كان الطموحات تاعنا امام مولودية وهران انه هذه المباراة لازم نربحوها، يعني ماشي ما نخسروهاش، نربحوها حتى نكونوا في البوديوم ونمشيو. خاصة عندما تشوف جمهور غفير تقريب 5000 يغادر، انك تحس انك تلعب، ويعرف امين حسين ربما ملعب وهران ما كانش لاعب ما يحبش يلعب في ملعب وهران كريم، تحت الاضواء الكاشفه تحس جمهور بزبان نعم اضواء كاشفه تلعب، يعني ما كانش ضغط والله، لاني يعني نتكلم لا غالب يعني دوك راح نتكلم كلاعب ما راح نتكلم كاسمو. هذا الشيء اللي خلانا ربما ما نجرعوش، الحمد لله انه الشيء الايجابي انه حتى الجمهور يعني رغم الخساره القاسيه هذيك يعني رغم الخساره القاسيه، لكن فيه حاجه ايجابيه بالنسبه لمولودية الجزائر انه تشوف التنظيم تاع ربما المناصرين يعني من موسم لاخر فيها اشياء راهي تجيب اضافه ايجابيه بالنسبه للمناصرين. هذا الموسم نعم انصار مولودية الجزائر فيه تنظيم كبير الحمد لله مسانده، لان شفت انا كما تكلم كريم عده مقابلات اللي كنت عملت فيهم، المولودية لما تكون منهزمة نشوفوا دائما أنصارها هو اللي يساندها باش تعاود ترجع في النتيجة. كذلك يعني عندما تشاهد مباريات خارج الوطن يعني خارج العاصمة فيها مباريات كثيرة اللي مشى المناصرين تقريبا، لكن هذا الجمهور فيصل طال انتظاره. نعم هذا الجمهور طال انتظاره منذ سنوات وفي كل مرة نفس الوعود. لا لا فيصل ما يش الوعود، لكن نظن انه الاداره يعني فيها يعني ان بروجي ربما نظن انه راهو يبان، خاصه قلت لك من ناحيه الاستقرار الحمد لله انه عندما تشوف الاداره ولا الطاقم الفني ولا حتى اللاعبين احنا رانا نعملوا على خاصه قلت لك الاستقرار، لانه ما نقولش ربما ما كانش في المواسم الماضيه، لكن هذا هو الهدف تاعنا، خاصه عندما راح تكون في نهايه الموسم راح يكون عندك مركز تدريب ويكون عندك ملعب، وانت كعرف كريم انه امين كذلك لعب في مولودية انه المشكل او الهاجس الاكبر بالنسبه للفريق هذا كان مركز تدريب، ما عندنا ما كانش من يدرب الفريق، الحمد لله نظن انه بالاستقرار قريب يوجد قريب ان شاء الله بدايه من الموسم القادم ان شاء الله راح يكون، علاش قلت لك انا راح تكون عندنا فكره بالنسبه للاعبين في نهايه الموسم راح كل شيء يكون في اتم الاستعداد ان شاء الله. كريم عندي سؤال، فيصل هل فيه هدف هذا الموسم من جانبكم في الترتيب ان شاء الله؟ احنا الهدف هو البوديوم، انت عارف امين البوديوم، يعني انا كلاعب ولا كاداري يعني عندما تشوف لاعبين قلت لك عندنا لاعبين فيه نقائص خاصه صراحه فيه ناقص، لكن عندما تشوف مباراه بمباراه يعني رانا نقتربوا من المراتب الاولى، فيه مباريات اللي ضيعناهم تحس بلي انه يعني عندك مباراتين اليوم جايين، لو تدير نتائج ايجابيه راك تبقى في المرتبه الثالثه المرتبه الثانيه. رقم يطلع يرفع لك المعنويات. نعم مولودية الجزائر سكريني تعادلت مع الرائد، فازت على الوصيف، وصاحب المركز لم تنهزم منذ بدايه الموسم امام اصحاب الرياضه، وفازت على وفاق سطيف ايضا صاحب المركز الثالث، ثلاث اوائل المولوديه لم تنهزم. هذا الشيء اللي تكلمنا معهم كذلك يعني المباراه المولوديه حاضره. لا صراحه عندما يعني تتكلم على شباب الوزداد تلعب ضد فريق شباب الوزداد اللي هو الرائد يعني وتحصل نتيجه ايجابيه وديروا المباراه في القمه
وقبل ما يكون شباب الوزداد هو الرائد كان شباب قسنطينه. واش عملنا مع شباب قسنطينه؟ فزنا في قسنطينه. يعني تحس بلي انه هذا اللاعبين يقدروا يقدموا الافضل. هذا اللي قلت لك حنا راح ننتظر واثقين ماشي راح ننتظر ردة فعل بعد الميركاتو. هذا هذو الكلام اللي حبيت نوصله لك ان شاء الله. سنعود للحديث عن ما على المولوديه بعد لحظات، ولكن طارق وصلتنا صور او تصريحات الناخب الوطني مجد بوقره في الجزء الاول يتحدث عن هذه المباراه الوديه امام منتخب السنغال. نستمع سويا. une belle équipe du Sénégal comme je l'avais dit juste avant la veille du match, une équipe complètement différente avec voilà, beaucoup d'intensité, des jeunes de qualité. Et c'était un tout autre match par rapport à la Mauritanie. Une équipe beaucoup plus joueuse, ouverte. Donc voilà, il y avait beaucoup plus d'espace à gérer. Là où ils étaient bons, c'était en contre-attaque. Donc sachant qu'on est une équipe, entre guillemets, qui joue à domicile, il fallait jouer, il fallait aller jouer haut, presser. Donc ça nous laissait des espaces. Voilà, on a concédé deux buts qu'on pouvait vraiment, vraiment éviter. Une faute d'inattention, de placement. Mais voilà, c'est des matchs avec beaucoup d'enseignements. C'est vrai que c'est très rare, entre guillemets, que sur nos matchs qu'on a été mené au score. Et là, on est revenu deux fois de suite. Donc ça, c'est important aussi sur l'état d'esprit, de rien lâcher. Donc les joueurs ont montré cette envie de marquer. Après, c'est sûr que comme chaque match, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. ابتسامة ثقة وتفاؤل ونقائص يعترف بها مجيد بوقرة وسياسة حتما لتصحيحها. كلام آخر عن الشان في هذه الندوة الصحفية. Voilà, il y a eu un petit sur la fin du stage aux Émirats ici, un petit relâchement sur voilà sur cette concentration pendant 90 minutes, parce que les buts on les a analysés directement et c'est des buts qui étaient vraiment 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 évitables. C'est une faute de placement, de concentration, c'est tout. Donc c'est bien, ça nous permettra de pointer ça. C'est comme j'ai dit aux joueurs, la chaîne, on peut la gagner sur un détail, mais on peut la perdre sur un détail. Mais sur le fait de revenir, ça c'était un truc intéressant, parce que ça s'est quasiment jamais produit depuis qu'on a enchaîné les matchs. Et voilà, après, cette chaîne va être de bon niveau. Ça va être une belle chaîne. Vous avez vu, quand il y a des beaux terrains, donc les équipes... mettre beaucoup d'intensité, des fois il y a du beau jeu et c'est pour ça que je dis que il faut respecter le football. L'Algérie depuis 2011 n'a pas participé à une CHAN, donc ça veut dire que ces joueurs n'ont pas cette expérience de Coupe d'Afrique entre guillemets, en fait de CHAN. Et voilà, faut rester tranquille. Cette CHAN, elle va être ouverte pour tout le monde. Pour moi, chaque équipe aura l'opportunité de la gagner. Donc à nous d'être concentrés, prendre les matchs match après match, sans s'enflammer ou dire qu'on est favori. Nous on sait ce qu'on veut les joueurs. À l'intérieur on sait ce qu'on veut. Mais en dehors il faut respecter toutes les équipes. Vous avez vu que ça va être, moi je pense que ça va être un beau tournoi, un tournoi très ouvert. مجيد قال الشان نكسبها بجزئية ونخسرها بجزئية، إن شاء الله نكسبها بجزئية، وكما قلت سنرافق المنتخب الوطني في مختلف برامجنا خلال الشان، وإن شاء الله التلفزيون الجزائري يحضر أيضا لتغطية متميزة لهذا الحدث الكروي الذي تحتضنه الجزائر. إلى السيدة الكأس، كأس الجمهورية بعد الجنجل. طبعا السيدة الكاس برمجت فيها مباراة للدورة 32 وأيضا مباراة الدورة 16. فريق شباب قسنطينة ضمن تأشيرة التأهل إلى الدور 16 على حساب اتحاد نزلة. نتابع سويا هذا التقرير. ملعب الشهيد علي لابوينت بمدينة جورت يشهد مقابلة بين الفريق المضيف اتحاد النزلة المنتمي للقسم الثالث جنوب والضيف شباب قسنطينة في إطار الدور 32 لكأس الجمهورية. المقابلة بدأت من دون تحفظ من السياسي، حيث في الدقيقة الثامنة يسجل اللاعب زكريا خالدي أول أهداف المقابلة. بعدها يتواصل ضغط الضيوف إلى الدقيقة 15، هدف ثاني لشباب قسنطينة عن طريق اللاعب سمير عيبود. سيطرة مطلقة في الشوط الأول ترجمها اللاعب دومان حمزة بإمضائه لهدفين، الأول في الدقيقة 31 والثاني في الدقيقة 40. ينتهي الشوط الأول بغلة كبيرة من الأهداف،
وسيطرة كلية على اللعب. في الشوط الثاني انتعاش في لعب فريق اتحاد النزلة بعد تغييرات قام بها المدرب غاية عبد الحفيظ، كللت بهدف جميل في الدقيقة 11 عن طريق اللاعب كربوزة على إثر مخالفة مباشرة. ليتواصل بعدها اللقاء من دون أهداف أخرى ونهاية المقابلة بروح رياضية عالية بين اللاعبين. ترجي مستغانب رائد قسم الهواة مجموعة وسط غرب هو الآخر ضمن التأهل بعد الفوز على نادي طبور بالنتيجة والأداء. نتابع سوي ملخص المباراة مع زميلنا محمد الصالح بوساكر. توقفت مغامرة الاتحاد الرياضي لفبور في منافسة كأس الجمهورية في الدور 16 أمام ترجي مستغانم بحصة ثقيلة 5 أهداف مقابل 2. الترجي لم ينتظر طويلا ليوقع هدف السبق من ضربة جزاء نفذها بنجاح شارف عبدو. كثرة الأخطاء الدفاعية من جانب الاتحاد سمحت لي بالأخمر سيد أحمد من تسجيل الهدف الثاني. أخطر فرصة للقسنطينيين في هذه المرحلة تسديد بجاوي اصطدمت بالعارضة، وفي الوقت البدل الضائع تمكن بوخنا من زيارة شباك الفوبور بتوقيعه الهدف الثالث الذي أنهى المشهد الأول من المباراة. خلال الشوط الثاني ظلت شهية الترجي مفتوحة على التهديف، حيث تمكن شواري من إضافة الهدف الرابع ليعود بوخنا ويوقع الهدف الخامس ويبصم على ثنائية في هذا اللقاء. استفاقة عناصر الاتحاد مكنتهم من تقليص الفارق بواسطة بن جابرله، ثم أضاف زميله بونعاس الهدف الثاني وبكامل الجدارة لينتهي اللقاء بتأهل الترجي، فيما سيتفرغ الاتحاد لتحقيق أهدافه في بطولة القسم الثالث. لاكوب هذه لعبناها يعني بندية وعزيمة، بصح بينا ولا كرهنا لاكوب تاع ماليها، يعني احنا كونت اون فوا ان كلوب باراي تلك الفوبور يعني ستانكارتي او نيفو دو ولايه كونستانتين اللي راهو يحاول باش يكبر كيما نقولوا احنا مع مرور الوقت، وان شاء الله احنا باذن الله القادمه حيكون احسن ان شاء الله. تأهل مستحق والباقي ان شاء الله القادم يكون افضل، ونشكروا الفريق تاع الفوبور على المقابله اللي اداها وعلى الاستقبال اللي استقبلونا بالبدايه المباراه، وحظ اوفر لينا وليهم في البطوله. إذن في مباراة أخرى تمكن فريق شبيبة الأبيار من حسم التأهل إلى الدورة الثمانية. نتابع هيكل سويليام أهداف هذه المباراة أمام شبيبة تعززقة، 3 أهداف مقابل 0، حيث سيطرت شبيبة الأبيار على هذه المباراة. المهاجم عواز هو من تمكن من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 15 من تسديدة قوية. قيدوم أضاف الهدف الثاني والهدف الثالث في الدقيقة 65 من ولد عزوز الذي خدع الحارس إهميري عن طريق هذه التسديدة. إذن هذه الصور طبعا للأسف الشديد ليس هناك مكان لوضع الكاميرا، لذلك اكتفينا ببث الأهداف وهذه الصور، وللأسف أيضا المشكل تكرر في الكثير من الملاعب خلال هذا الدور. إذن أمل الأربعاء من استقبل فريق أولمبي الشلف، وتمكن المهاجم محمد السويبع من صنع الفارق بتسجيله لهدفين كان كافيين لضمان التأهل إلى الدور القادم. نفس طبعا إشكالية حتى ظروف التصوير كانت صعبة في هذه المباراة لزملائنا. طبعا كان هذا الهدف الأول من السويبع، نفس اللاعب يعود ليضيف هدفا ثانيا منح به تأشيرة التأهل لفريقه.
طبعا اكتفينا بهذه الصور فقط كما قلت سابقا نظرا لصعوبة العمل في ضربة جزاء أيضا في هذه المباراة. أعلن على الحكم بوكواسا طبعا والهدف المسجل، ولكن كما قلت أنه الجمعية تمكنت من ضمان التأهل في هذه المباراة. التغطية كانت لزميلنا عمر جمعي. آخر الصور التي وصلتنا خاصة بتأهل مشعل حاسي مسعود إلى دور الثمن النهائي مع تألق مهاجم في هذه المباراة، سجل ثلاث أهداف كاملة، هو رابحي هاتريك في هذه المباراة، سمح لفريق مشعل حاسي مسعود من التأهل، سجل بتسديدة من مخالفة مباشرة. الجنوب الجزائري يقدم لنا سكريني لاعبين متميزين، هذا اللاعب سيكون تحت المراقبة في الدور القادم. سجل هاتريك سكريني نعم سجل هاتريك، والجنوب دائما عنده لاعبين ودل على ذلك، وراه غولة وراه بزايد وراه عدة لاعبين جليط. الجنوب الجزائري فيه لاعبين كثير يعني بكل صراحة. إذن هذا جانب من صور مباراة السيدة الكأس. بقيت الصور طبعا في نشرة الأخبار ليوم الغد بإذن الله بأكثر تفاصيل. إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد الفاصل. الرابطة المحترفة الأولى ستدور عجلتها من جديد هذا الثلاثاء مع مباراة متأخرة، وبعد ذلك جولة أخيرة حاسمة يوم السبت المقبل. لكن قبل ذلك هيكل دعنا نذكر مشاهدينا الكرام بجدول الترتيب العام ثم بالمباراة القادمة. هذا هو الترتيب العام إلى حد الآن في انتظار تسوية الروزنامة والمباراة المتأخرة والمولودية معنية بالتسوية في مباراة وأي مباراة أمام اتحاد الجزائر. لكن دعونا سويا نستذكر المباراة المتأخرة التي ستجرى هذا الثلاثاء على النحو التالي. إذن فيصل باجي الديربي أمام اتحاد العاصمة في ملعب 5 جويلية، المكان طبيعي لهذا الديربي، كيف تحضر المولودية وهل المولودية جاهزة لهذه المباراة الكبيرة؟ والله الشيء الإيجابي الشيء الأول هو الإيجابي كذلك هو أنه المباراة تلعب في ملعب 5 جويلية، هذا شيء راح يكون إيجابي بالنسبة يعني للفريقين، بالنسبة لاتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. بالنسبة لنا حتى كذلك احنا نشكر وكذلك نشكر السلطات اللي تفهمت الوضع بالنسبة لإجراء هذه المباراة في يعني في راح يكون كعرس بالنسبة للعاصمة. نظن انه تحضير الحمد لله اللاعبين عندما يكون عندك مباراة يعني محلية يعني ككل مباريات امين وحسين يعرفوا المباريات لا ككل مباريات ككل مباريات ما خليتش كمل ككل مباريات المحليه يعني تاع الديربي لانه في مباريات ما بين شباب الوزداد اتحاد العاصمه مولودية الجزائر يعني التحضير يكون يعني اوتوماتيكي بالنسبه للاعب اللي ما راحش ربما تعطي له بعض التحفيز يعني بعض كيلكو ديتاي كما نقولوا حنايا، لكن هو التحفيز يجي وحده لانه هذه مباراه تاع لاعبين اللي راح يقدموا يكونوا امام جمهورهم اللي راح يكون فيها عرس ويؤدوا يعني مباراه اللي تخلي جمهورهم يفرح بهم، وان شاء الله نشاهد مباراه يعني في القمه ان شاء الله ولما لا يعني عرس كبير بالنسبه لله المباراة. مثل في لاعب الديربي عنده طعم خاص يعني بالنسبة
للفريقين، فريق الاتحاد العاصمة فريق كبير، فريق مولودية الجزائر أيضا. هل جاء في الوقت المناسب حسين؟ جاء في الوقت المناسب، لأن يعني طيلة سنوات توحشنا نشوفوا الدربي في 5 جويلية، خاصة كي يكون في ملعب 5 جويلية له طعم خاص. معروف أن الأنصار يعني يتقاسموا يعني الميدان، معروف أن يعني الفريقين عندهم علاقة وطيدة يعني في الأحياء اللي ساكنين فيهم. نشوفوا باللي هذا الدربي هذا فيه عدة أشياء يعني تجمع أكثر من أنها تفرق، ونتمنوا أنها تكون مباراة جميلة، يكونوا اللاعبين عند حسن ظن هذه الجماهير الغافرة اللي تحضر هذه المقابلة، وبالتوفيق يعني للمسيرين، سواء مسيرين فريق اتحاد العاصمة أو مسيري المولودية، وإن شاء الله يكون عرس كروي بمثابة يعني البطولة المحلية. نعرفوا باللي راهي يعني فيها بعض الصعوبات، فيها عدة يعني كلام، لكن كي يكون ديربي يعني جميل ويكون في مستوى جد عالي من ناحية تقنية، من ناحية تكتيكية، ويتكلم شيء جميل يعني فيصل، ويتكلم على فريق مولودية الجزائر، قال لك المدرب راهو يعمل أكثر من الناحية التكتيكية. نعرفوا باللي هنا في الجزائر احنا حتى في وقتنا يعني انك تكون منضبط تكتيكيا يتطلب يعني تركيز شديد. حتى وين شفنا بوغرا يتكلم على التركيز، التركيز هو اللي راح يعطيك يعني التفوق، ويعطيك انك تفوز بهذيك الجزئيات اللي تكلم عليها المنتخب الوطني بوغرا. فنيا كيف تقرأ المباراة؟ المولودية تريد نقاط 3 للاقتراب اكثر من الرائد والوصيف، والاتحاد نفس الغاية ايضا ونفس الطموح. والله هذه المره ما راحش تكون فيها مثل ما نقولوا احنا جزئيات، او لان تعودنا لما المولوديه تكون في اعز ايامها وتكون تنهزم بالمقابله، ولما الاتحاد العاصمه يكون في اعز ايامها ينهزم. صعب التكهن الان، صعب التكهن، لان هذه فيصل وحتى حسين احنا تعودنا الفريق اللي يكون قوي في البطوله ينهزم. الان لا، انا نشوف كلا الفريقين راهم متعادلين، حتى في الترتيب ما كانش فيه ترتيب كبير. اتحاد العاصمه رغم ان النتائج تاعو ماهوش ايجابيه 100%، حتى انصارو ماهمش راضيين على المردود اللي راهو يقدم فيه فنيا، لكن انا تكلمت على الديربي جاء في وقته. كيف جاء لي في وقته؟ لان راح نكون فيه شان، راح يكون كذلك جاء وراء الملف اللي راح يكون تاع الكان، يعني يقدر الجمهور الجزائري يعطي صوره جميله جدا مثل ما عودنا دوما الديربي. لا باس ايضا هيكل ان نذكر مشاهدينا الكرام بترتيب احسن الهدافين الذي يتصدره على غير العاده، ليس قلب هجوم بل هو وسط ميدان هجومي، اقصد به قندوسي. قبل ذلك الجولة 15 والمباريات التي سنتابعها سويا يوم السبت القادم. إذن هذه هي المباريات التي سنتابعها بتفاصيلها، وفي برنامج في التسعين سنناقشها ونحللها ونتابع جزئياتها. كما قلت ترتيب الهدافين طبعا في المركز الأول ليس قلب هجوم بل هو وسط ميدان هجومي، نتابعه سويا. طيب، من أبا الأربعاء يستحق كل المتابعة أيضا والاهتمام بالستة أهداف، وفي لاعب أيضا من أمل الأربعاء هو أحسن ممرر إلى حد الآن في البطولة الوطنية بخمس تمريرات حاسمة. إليكم أحسن ممرر البطولة الوطنية إلى حد الآن.
كل التفاصيل جزئية سكريني والأرقام ستكون حاضرة في البرنامج التسعين بما في ذلك البطاقات الحمراء والبطاقات وضربة الجزاء. زكريني تركتك هادئا لأنني سأختم معك البرنامج بطريقة خاصة نوعا ما، ولكن بإمكانك أن تنتظر المفاجأة في نهاية هذا العدد. ولكن قبل ذلك نذهب إلى ركن نوستالجيا. نوستالجيا، نستحضر معكم أجمل الصور وأجمل المباريات. واليوم فضلنا أن نعيد حسين مترف إلى أيام الزمن الجميل، إلى أولى بداياته مع اتحاد العاصمة. نتابع سويا الصور ثم نعود. مترف راح يسدد هيلو، والهدف من مترف تسديدة قوية من خارج منطقة العمليات. يتمكن مترف من مباغتة الحارس، هدف بوتشيك راه يعطي حيوية أكبر ومستوى أحسن لين اللقطة. وكان واحد هناك أول مرة يغيب محور دفاع فريق أهلي. عمر داوود تفتك من الكرة عن طريق حسين مترف، دوكوري إلى حسين مترف، حسين مترف وجه لوجه، حسين مترف كرة جانبية، مترف باليسرى كانت جانبية على يسار الحارس شوشي، وأخطر فرصة في هذه المباراة تضيع. حسين أشيو يفتح، كرة خطيرة، كرة خطيرة، والهدف الأول عن طريق حسين مترف. حسين مترف في الموقع المناسب والمناسب جدا لتسجيل الهدف الأول في المباراة. يتشلف عدلان السعيد إلى حسين مترف، ماذا هناك؟ وكرة تضيع. حسين مترف يضيع، حسين مترف ينجح في المراوغة، حسين مترف يتوغل ينجح، حسين مترف وكرة هيلة الكرة ومراوغة وتمويه تستقوية جانبية من مترف، قوية جدا من مترف بعد لعبة جميلة وحركة تمويه رائعة والتسديدة. حسين أيام الزمن الجميل، الحمد لله والله كانت أيام جد مميزة. يعني كانت أيام وين لعبنا مباراة جد قوية، كان فيها مستوى، فيها ريتم، يعني كان عالي. نتمنى يعني اللاعبين يقدموا كل ما لديهم، يعني لأن كرة قدم يعني الفترة يعني تجوز بخفة، يعني ما تحسش كيفاش، يعني 10 سنوات تجوز. نتمنى كل لاعبين يعني يتفادوا الإصابات، لأن الإصابات عامل جد معيق بالنسبة للاعب كرة القدم، تقدر تحبسك. نتمنى يعني ياخذوا كل الاحتياطات هي الانضباط يعني في النمط المعيشي تاع اللاعب. نتمنى كل لاعب يكون عنده نمط معيشي في المستوى، لأنك تكون لاعب ماركش كأي إنسان، راك تلعب في مستوى عالي تطلب يعني مجهودات كبيرة، لازم يعني ما تضيعش يعني في الأكل تاعك، ما تعرف واش تأكل، يعني النوم العميق تاع الليل، النوم يعني تاع القيلولة هذيك الراحة، لازم يعني عدة أشياء. لاعب كرة قدم اللي يحب يلعب في مستوى عالي ويطول في هذا المستوى لازم عليه يعني ياخذ كل احتياطاته من هذا الجانب. فعلا. فيصل باجي، قبل أن نشاهد الجزء الثاني من نوستالجيا، فقط هناك مشروع خاص بالشبان، لأنه حتى جمهور المولودية يحب يشوف أبناء الفريق يتألقون في مخازن الذي عاد من جديد، وفيه مشروع حقيقي في هذا الإطار. في دقيقة ودقيقة ونصف، هل يمكن اختصار أبرز معنا؟ والله يعني صراحة بالنسبة للفئة الشبانية نظن أنه رئيس الفريق يعني قدم كل الإمكانيات بالنسبة للأكابر، ولا خاصة بالنسبة للفئة الشبانية، حتى يكونوا فيها لاعبين يعني يتكونوا ويكونوا عندنا لاعبين في المستقبل إن شاء الله. نظن حتى يعني محمد ميخازني يعني صراحة يقوم بعمل جبار، وما يخفالكش يعني هذا رأيي، ونظن أنه كلنا نتوافقوا أنه من بين أحسن الكفاءات في الجزائر. الحمد لله في استقرار، فيه مشروع تاع مركز تدريب، نظن انه عندنا لاعبين شبان كثير، وان شاء الله يكونوا لاعبين في المواسم القادمه ان شاء الله لخريجي مولود الجزائر وتحت اشراف المدرب او المدير الرياضي محمد بيخزن. لنحيوا بالمناسبه لعبت مع حسين وفيصل باجي، لعبت معه. لو طلبت منك عنوانا لحسين مترف وعنوان اخر لفيصل باجي، كيف تجيب؟ الأناقة والانضباط. أناقة
الاناقه فيصل لما تكون داخل معاه في الميدان والله الاناقه لعبت معاه في مولودية الجزائر كان لي شرف اناقه والانضباط لعبت انا وحسين مترف في مولودية وفي اتحاد العاصمه وفي نصر حسين داي حسين ربما من بين اللاعبين ربما تقدر تدير عليهم دروس وكذلك في الانضباط حسين يعني من اللاعبين اللي عندهم لاغرينطا متميز وهذو هذا الشيء اللي يخلي الفرق بين لاعب عادي ولاعب يكون لاعب موهوب تذكريني في جمله كيف ما هي نقطه قوه فيصل باجي قلت في جمله بينيتراسيون بالبالون تاعو كي يحكم بالون في الجلسه صعيب باه تنحيه يلا صح متابع كي يكون عنده كنترول دو بال ويجي رايح بها صعيب باه تنحيه لذلك سنسترجع سويا ابرز مراوغات وتوغلات فيصل باجي ابرز مخالفاته فيصل باجي لعب للاتحاد الحراش لعب لشباب قسنطينه ولكن لعب لشباب الوزداد وللمولوديه لما كان في الشباب سجل ضد المولوديه ولما لعب مع المولوديه سجل ايضا للشباب احترافيه كبيره نشاهد صور من ابداعات فيصل باجي في الزمن الجميل وانطلق من باجي على الجهه اليسرى صعبه باجي ينتظر المساعده طالب ليصبح هداف شباب الوزداد بسبع اهداف كامله بعد الانطلاقه من باجي بوطالب يباغي باجي على الجهه اليسرى توصل صعبه صعبه مع بندريس باجي وبندريس باجي ما يمرش مرفوعه هناك شدبه توصل الكره شدبه يفتح ناحيه علي موسى بالراس الهدف الثاني الهدف الثاني لشباب الوزداد كثرها الى ممتازه من ناحيه حاج بوكاش عندها اليسرى اللي صاحبها الكره ديال العاصمه حاج بوكاش حاج بوكاش هيدا العمور يتمكن منها بوكاش بوكاش وفيصل باجي رحو هيلا سقط ارض رحو يلعب كره بينيه والتوزيعه والتسديده ورديه وجانبيه الكره من باجي بالخطا هذه الكره لباجي خطير القائم الثاني بالغماري والراسيه ضاعت جانبيه وبشعره نعم هو الذي ملعوبه خطيره تسديده والهدف الثاني باجي فيصل سينفذ باجي يلعب كره خطيره اول اهداف المباراه باجي فيصل في الدقيقه الثانيه وكانه يعود الى شبابه باجي فيصل يخادر ويقدم باجي اللاعب السابق لملك شباب الوزداد قهوه الضيافه لفريقه باكرا في الدقيقه الثانيه لن اسالك فيصل بس أشخر صور مش عارف قلت كل وقت وقت هذا نظن أنه هذو اللاعبين إن شاء الله ما نقولوش حنا نقدموا يعني أحسن ما قدمنا ولا ربما فيه لاعبين راح يخرجوا أحسن من مترف ولا أحسن من باجي ولا لكن الانضباط كما تكلم كثير حسين على الانضباط على ليجيان دو في كما نقولوا حنايا والاجتهاد في التدريبات هذا هو السر اللي تاع النجاح بالنسبه للاعبين
قطر فاس مسكراني وي ماجي باش الدريبلي كيما قال المترف دو ريكوبيراتور جحنين وغازي ماشي سهله ماشي سهله وماشي شفتها كيف لصق امين خطو الحمد لله هذا كريم يعني صراحه يعني انه كانوا لاعبين كبار هذا الفضل كذلك يعود بالنسبه للمدرسه الحراشيه لاني ترى رحت في مدرسه يعني خرجت لاعبين كبار هي المدرسه الحراشيه والمدرسه هذه علمتنا انه عندما حتى وتغادر الفريق وتلعب في فرق اخرى لازم تمد كل ما عليك حتى وتلعب ضد فريقك الاول عملتها ضد كنت في شباب الوزداد ولعبت ضد اتحاد الحراش واديت مباراه في القمه لعبت ضد بلديه الجزائر ولعبت ضد شباب الوزداد هذا السر بالنسبه للمدرسه الحراشيه لانه حتى يعني لو ما تقومش بعملك وما تقومش يعني تاديش يعني العمل تاعك 100% عندك يعني ماكش ابن مدينه الحراش الحمد لله انه ربي وفقنا انها تعود ان شاء الله يعني والله شيء مؤسف ماشي مؤسف كثيره في الحقيقه هذا هو فيصل الحمد لله اليوم راك تلعب هنا غدوه راك تلعب لهيك كيما كاي لاعب مازال عندنا صور هيك اعتقد خاصه فيصل باجي نشاهدها سويا ها نشاهد سويا ها مع حمدود هنا فيصل الباجي شماز محمدو هذا كلار صغير نشاهد سويا صور هيك نيكس بي سي ثاني ستاي ايوا خبطوا ها ذكريني اي هذا نهائي كاس الجمهوريه في 2007 امين بالصغير ايه امين ايه قلت لك يا باشا انا كيف انا ربيت الكلمه قلت لك اعطاه خطه وجابوا له الشيء الايجابي انه طلب سماح كذلك يعني تشوف يعني تشوف حتى يعني تشوف المباراه يعني تكون قويه لكن بعد المباراه يعني لا لا كانت روح رياضيه عاليه يعني اللاعبين كانوا يتعارفوا مع بعضهم كانوا متقادرين يلا كنت اسال وذكرين ملاحظات عنكم جميعا في عنوان في جملة كيف تصف ذكريني تحكيميا والله بدون مجاملة والله بدون مجاملة ها. لما يكون حكم يعطيك قيمتك والله لم يخطئ معك أبدا في حياتي ها في ولا حياتي. بطاقة صفراء لا كان فيه بطاقات لي استحقها عدة نستحقها لكن الطريقة اللي يعطيك فيها البطاقات والله احترام حسين الشيخ زكريني عنده الاسلوب تاعه اسلوب تاع المعامله تاعه فوق الميدان يخليك يعني مت هناك يعني في بعض الاحيان كي يكون حكم ما يسيرش المقابله بشكل جيد يقدر يتلقى انتقادات من اللاعبين ويولوا يتكلموا معه بكثير يفرض الاحترام الحكم زكريني من بين الحكام اللي ما يخليكش تتكلم معه بكثره عنده مواقف تاعه صارمه وفي محلها ما يتراجعش فيصل باجي والله اسلوب التعامل تاعو مع اللاعبين لانه الشيء الايجابي كذلك الشيء الميزه اللي عنده حكمنا زكريين انه يعرف تقريب كل اللاعبين يعني يتكلم اللاعبين حتى يعني ما يتكلمش باللقب يتكلم بالاسم وهذا الاسم راح يخليك انت تكون عندك ثقه يعني تقريب كل اللاعبين يعرفهم وهذا راح يخليني نرجع ربما كذلك هذه واش الميزه اللي عنده كانت عنده الحكم حنصل عندما كنت صغير انا كذلك شباب الوزداد انت تظن انه نتمنى له الشفاء نتمنى له الشفاء ان شاء الله نعم حنصال عندما انا بدايه يعني مشواري في اتحاد الحراش ربما واحد ما يعرفني يعني كاول مباراه لعبتها ضد شبيبه القبائل اول فرصه قمت بها يقول لي يعطيك الصحه فيصل يعني انت تدخل مباراه اولى ويعرف اسمك ويقول لك فيصل هذيك رجعت لي ثقه بس شوف يعني الامبورطونس كذلك تاع الحكم كيف يدخل اللاعبين في المباراه هذا الشيء اللي كانت عنده ميزه بالنسبه لزكريا يعطيك الصحه جميل هذا الاعتراف لا يعني الحمد لله يعني كل اللاعبين يعني كبار يعني حصل لي الشرف اني حكمتهم انا نقول لاعبين كبار يعني من الاخضر باللومي وارواح حصل لي الشرف اني حكمتهم يعني كانوا ولاد فاميليار إذن المعامله كيف تتعامل مع اللاعب داخل ارضيه الميدان شيخ اخر مباراه كانت نصر حسين داي اتحاد العاصمه في ملعب بولوغن يا اخي لا نهائي كاس الجمهوريه من ملعب 5 جويليه رحت القصر الرئاسه تعشيت ورحت لدارنا من هناك النهائي لذلك نحن ايضا نفتخر ونعتز بانك جزء من اسره القسم الرياضي وايضا ملح برنامج بالتسعيد زكريني لم يتبقى من وقتنا
إلا القليل. لذلك كلمة أخيرة لك أو قبل ذلك إضافة أمير أو أختم مع ضيفينا الكريمين. لا شكرا لك كريم. العفو طبعا. أمين كلمة أخيرة لك. وطبعا سعدنا جدا أننا مدة ما تلقيناك وسعداء جدا بهذه الجلسة التي كانت كروية محضة. والله الحمد لله شكرا يعني مع الأخ فيصل باجي والشيخ زكريني وأمين بصغير وانت الاخ كريم اللي عندي روبورتاج معك قيم وفي مستوى جد عالي. انا ذاك وين كنت فيه كنت في الوفاق الصيفي وفذاك الروبورتاج كان معنا تتذكر ربي يرحمه نبيل حيماني الله يرحمه ونحيوا العائله تاعو والاولاد تاعو وعبد القادر عيفاوي وفاروق بالقايد اللي كانوا في هذاك البورتري نشفه يعني كان بورتري في المستوى وما تحصلنيش مع زكريني انا مانيش مع فرنسا انا نتكلم نتكلم الان انا نتكلم من الناحيه التقنيه وانا نتكلم لكره قدم منتخب فرنسي قدم اداءات جد كبيره المنتخب الارجنتيني ليس بالصدفه يعني دو غروند ناسيون يعني فمنتخبين قويين راهم في النهائي راح نتمتعوا بها. والله يا حسين غير فهمتك انا فهمتك كل ما كنت تتذكر. شكرا حسنا فهمتك حسين من اجل فقط المتعه والاثاره في هذا النهائي. لا والله كاين اثاره في هذا النهائي والله غير نهائي استمتع ان شاء الله نهائي والله غير تستمتع كي تشوفوا لانك نتكلموا في عالم كره القدم منتخبين يعني يلعبوا في اعلى مستوى لاعبين ذو جوده عاليه راح نشوفوهم شيء جد يعني مهم وشيء جدا تشوف يعني كمتتبع لكره القدم ونشكركم على هذه الحصه وان شاء الله نكونوا في الخير على بدايات هذه الحصه. افضل البدايات كانت مع افضل الاسماء الكرويه من بينها المايسترو فيصل باجي. لك ايضا الكلمه الاخيره. والله سعيد بتواجدي معكم يعني بعد غياب تقريبا اكثر من 10 سنوات كان كنت محمدا كان متعبا مع ذلك لم يرفض الدعوه. ما نرفض الدعوه كريم انت تعرف معزتك يعني بالنسبه لي كثيره يعني والله يعني قمت بمجهود باش حضرت حصه لكن الحمد لله راني تسرعت الحمد لله يعني بفضلكم انتم بفضل امين وحسين كذلك اللي خلوني في اريحيه والحمد لله وادينا نظن انه الحمد لله حتى الجمهور يعني نظن استمتع بالحصه هذه وان شاء الله في الخير كما قال لك بالنسبه ان شاء الله للبرنامج ان شاء الله. طبعا نحن سنحاول ان نقدم لكم الافضل والاحسن نصحح ما نصححه وننتظر طبعا اقتراحاتكم وانتقاداتكم ايضا من اجل ان نقدم لكم خدمه عموميه متميزه. طبعا كل الزملاء تعبوا معنا كثيرا ذكريني في اعداد هذا البرنامج زكريا حبشي الذي يحتفل بعيد ميلاده تعب معنا كثير اليوم في هذا البرنامج جويز انيفرسال فعلا. طبعا كل الزملاء بنبيل المويسي ايضا بدءا بالمخرج هيكل القاسمي ايضا المخرج يزيد بالكوت الذي ساعدنا كثيرا كل زملائنا التقني من انفوجرافيا ايضا في المونتاج في الكاميرامان المصورين ايضا حتى زملائنا في الاستوديو رقم واحد الذي تعبوا معنا كثيرا في هذا العدد الاول والمشرف طارق ابو في الحماسه اختم لما انسى اي اسم. طبعا كما قلت هذا هو العدد الأول سنحاول دوما أن نصحح ونعطي إضافة بفضل اقتراحاتكم بفضل إسهاماتكم مشاهدينا الكرام. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد الأول من برنامج في التسعين. الشكر موصول ومجدد لكل عمال أستوديو رقم واحد بقيادة المخرج هيكل قسمي. نلقاكم بإذن الله في قادم الأعداد وفي قادم المواعيد. شكرا وإلى الملتقى.